كده كويس كده كويس انا بتقطه كويس وانا هسجل بعدين تمام هسجل بعدين ماشي طول بالك بس طول بالك طول بالك يلا يلا مدام جينا نجيب الرحاني برحب بك معانا اهلا اهلا مساء الخير أنا مفاجأة كبيرة. نادي قال لي لازم تيجي كده في الوقت أنا أقول بزنس مان اللي جابني ده في الوسط الناس دول. لا الناس دول.